الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي طلبة الصف السابع في درس جديد من دروسنا في مادة الجغرافيا، والذي نتحدث به عن الآثار المترتبة على الزيادة السكانية. قلنا بأننا في هذه الوحدة سوف نتحدث عن السكان في العالم، فبدأنا بتقسيم السكان في العالم، وبدأنا بتوزيع السكان في القارات، وما هي المناطق التي يتركز فيها السكان، وما هي المناطق التي يقل بها السكان. ثم انتقلنا وتحدثنا إلى بعض من الخصائص السكانية، وفرقنا بين الدول النامية والدول المتقدمة من حيث بعض هذه الخصائص، مثل الزيادة الطبيعية والوضع الاقتصادي ومعدل وفيات الأطفال الرضع ومعدل الخصوبة. ثم انتقلنا وتحدثنا عن مفهوم آخر يعنى بالسكان، ألا وهو الهجرة، وعرفناه بأنه انتقال السكان من مكان إقامتهم الأصلي إلى مكان آخر والاستقرار به. ثم انتقلنا وتحدثنا في الدرس الماضي أيضا عن الآثار الإيجابية والسلبية للهجرة. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن الآثار المترتبة على الزيادة السكانية. ماذا تتوقع عزيزي الطالب أن يحدث في العالم بحلول عام 2030؟ لابد من الإشارة إلى أن القرن العشرين شهد أكبر تحولات سكانية على المستوى العالمي، واختلفت هذه التحولات ما بين الدول النامية والدول المتقدمة. هذه التحولات أوجدت حالة من الإرباك وانعدام التوازن بين حجم السكان وبين الموارد. حجم السكان، قديش عدد السكان، وقديش الموارد المتاحة في تلك الدول. هلا في عنا دراسة، هاي الدراسة تحكي لنا انه من المتوقع ان يستمر اعداد السكان بالارتفاع، لكن في عنا ثلاث احتمالات للزيادة السكانية على مستوى العالم بحلول عام 2030. السيناريو الاول التوقع المرتفع، وهو انه يصل عدد سكان العالم الى حوالي 17 مليار بحلول عام 2030. هذا مرتفع، انه سكان العالم يوصلوا ل 17 مليار. التوقع المتوسط انه يوصل عدد سكان العالم لحوالي 11 مليار. هذا توقع متوسط. التوقع الادنى هو ان يصل عدد سكان العالم لحوالي 9 مليارات. اذا ثلاث توقعات بحلول عام 2030: التوقع المرتفع انه يوصل 17 مليار، المتوسط يوصل 11 مليار، الادنى يوصل 9 مليار. طيب هلا بدنا نتعرف الى الاثار الناتجة عن الزيادة السكانية اللي هو موضوع درسنا. اذا زاد عدد السكان شو في عندنا اثار؟ بدنا نتناول تغير الخصائص العامة للسكان، بدنا نتناول عن ظهور مشكلتي الفقر والبطالة، بدنا نتناول عن المشكلات الغذائية، وبدنا نتناول عن تضخم المدن. أولا بدنا نبلش عن اللي هي تغير الخصائص العامة للسكان. كيف تغيرت الخصائص العامة للسكان؟ ارتفاع نسبة فئة الشباب في معظم دول العالم، ارتفاع نسبة فئة الشباب اللي هم من عمرهم من 10 ل 24 وصلوا لحوالي 1.8 مليار عام 2014. معظم هاي الفئة بأي قارة موجودة أو بأي دول موجودة؟ موجودة في الدول النامية. طيب أيضا من التغيرات التي حصلت على الخصائص العامة للسكان ارتفاع نسبة وفيات الأمهات. ارتفاع نسبة وفيات الأمهات خصوصا في الدول النامية، وبالأخص في قارة إفريقيا. أيضا من التغيرات التي حصلت ارتفاع عدد المهاجرين، ارتفع تقريبا بحلول عام 2000 إلى 175 مليون مهاجر، لكن وصل في عام 2013 ل 232 مليون مهاجر، فبالتالي ارتفع أعداد المهاجرين نتيجة للزيادة السكانية التي حصلت.
نتحدث أيضا من الآثار المترتبة على الزيادة السكانية عن مشكلتي الفقر والبطالة. ما المقصود بالبطالة؟ البطالة تعرف بأنها عدم توافر فرص العمل للقادرين عن العمل. أنا بقدر أني أشتغل لكن أنا ما في إلي فرصة عمل، فهي شو بسميها؟ بطالة، ما في فرصة عمل للقادرين على العمل. طيب ما هي أسباب الفقر والبطالة؟ الزيادة السكانية اللي شهدها العالم خصوصا في الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة أحدثت خلل في التركيب الاقتصادي، وأصبح هناك تدني في المستوى المعيشي للأفراد، وظهرت لدينا مشكلتي الفقر والبطالة. لما نتحدث إحنا عن زيادة عدد السكان وبالمقابل قللنا من الاعتماد على الأيدي العاملة نتيجة للتقدم العلمي والاعتماد على الآلات، بطلوا يعتمدوا زي أول على الأيدي العاملة. ليش؟ لأنه صار في عندنا تقدم علمي، الإنسان صار يعتمد على الآلات بطريقة أكثر، وهاي صاحبت أعداد السكان. كل ذلك كان من شأنه أن يؤدي إلى عدم قدرة القطاعات الاقتصادية على استيعاب هذه الزيادة السكانية. عدم قدرة القطاعات الاقتصادية على استيعاب هذه الزيادة السكانية، مما قلل من فرص العمل المتاحة ورفع من نسبة العاطلين عن العمل، وأدى ذلك إلى عدم قدرة القطاعات الاقتصادية على استيعاب السكان، فرفع من مستوى البطالة اللي منعرفها مرة أخرى ومنحكي بأنها عدم توافر فرص العمل للقادرين عن العمل. طيب هلأ في عنا خريطة موجودة في كتابنا صفحة 25 واللي بتشير إلى توزيع نسبة البطالة في العالم لعام 2013. نلاحظ بأن نسبة البطالة مرتفعة بشكل كبير، معظمها في قارة إفريقيا. معظمها وين موجودة؟ في قارة إفريقيا وقارة آسيا، إذا ما قارناها بقارة أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. طيب أيضا من الآثار اللي بتترتب على الزيادة السكانية، غير أنه بتغير عندي الخصائص العامة للسكان بتظهر عندي مشكلتي الفقر والبطالة، في عندي مشكلات غذائية. لما بيرتفع أنا عندي أعداد السكان ترتبط في مشكلات، مثلا مشكلة نقص في كمية الغذاء الذي يجب أن يتناولها الإنسان، وبسميه أنا الجوع، نقص في كمية الغذاء. مثلا أنا بدل ما أحصل على 3 وجبات بحصل على وجبة وربما لا أحصل عليها، هذا شو بنسميه إحنا؟ جوع، اللي هو نقص في كمية الغذاء التي يجب أن يتناولها الإنسان. في عنا مشكلة ثانية مرتبطة بالغذاء اللي هي نقص في العناصر اللازمة لجسم الإنسان من معادن وفيتامينات، وبنسميه سوء التغذية. كيف يعني سوء التغذية؟ يعني إنه هاي الأسرة ما معاها تجيب مرة بالأسبوع سمك، فبالتالي المعادن والفيتامينات اللازمة لجسم الإنسان ما حصل عليها، أو لحمة أو غيره، فبالتالي المعادن والفيتامينات اللازمة لجسمه ما حصل عليها. شو بسميها أنا هاي؟ سوء التغذية. طيب شو هي أسباب الجوع وسوء التغذية؟ أسباب الجوع وسوء التغذية الكوارث الطبيعية، الحروب وعدم الاستقرار. كوارث طبيعية، حروب وعدم الاستقرار. طيب بحكي لنا إنه بلغ عدد الجوعى في العالم بحلول عام 2014 795 مليون، 50% كانوا منهم وين؟ في قارة آسيا وبعدها قارة إفريقيا. إذن قارة آسيا وقارة إفريقيا هي من أكثر القارات التي يوجد فيها مشكلات غذائية، كما نرى في الصورة التي تظهر أمامنا. نسبة السكان المتأثرين بسوء التغذية معظمهم في قارة آسيا وقارة إفريقيا. تضخم المدن، مفهوم تضخم المدن، ما هو المقصود بتضخم المدن؟ تضخم المدن يعرف بأنه تركز السكان ضمن تجمعات سكانية محددة
في المدن نتيجة لانتقالهم إليها. بتركز السكان في تجمعات سكانية معينة في المدن. هالسكان بيحملوا حالهم وبنتقلوا وبتركزوا في تجمعات سكانية. بحكي عنها إنه هاي المدينة فيها تضخم، اتضخمت، السكان تركزوا فيها في مناطق معينة. ما هي الآثار الناجمة عن التضخم؟ هناك بالغالب آثار سلبية للتضخم. ما هي هذه الآثار؟ خلل في توزع السكان بين الحضر والريف. بصيروا كل هالسكان بدهم يتركزوا في المناطق الحضرية، بتركوا الأرياف. الأرياف شو فيها؟ فيها عمل بالزراعة، فيها تربية حيوانات. لما بتركوا الزراعة بصيروا يتركزوا في المدن وبصيروا سكان حضر، بالتالي بدهم يزيدوا الضغط والعبء على الخدمات وعلى الموارد وعلى فرص العمل. أيضا من الآثار الناتجة عن التضخم الضغط على الخدمات الأساسية للمدينة. خدمات أساسية، طرق، نقل، مواصلات، مدارس، خدمات صحية، كلها بصير عليها ضغط. هلأ بدنا نأخذ أمثلة على مدن فيها تضخم وبتعاني من تضخم كبير، مثل مدينة طوكيو ولندن والقاهرة التي توجد في مصر. مشكلات أخرى للتضخم، في عنا مشكلات صحية. مشكلات صحية، ليش هاي المشكلات الصحية بتصير؟ بسبب الأعداد الكبيرة للسكان وعدم قدرة الدولة على تقديم هذه الخدمات الصحية، فبتصير عندي أنا مشكلات صحية. طيب كمان بتصير في عندي مشكلات بيئية. هاي المشكلات البيئية زي النفايات. لما بيرتفع أنا عندي أعداد السكان بتصير الدولة في عندها ضغط، بدها تبذل مزيد من الجهود حتى تتخلص من النفايات والمخلفات. هلأ احنا بنلاحظ عنا الحارة هلأ زي ما كانت أول؟ لا. ليش؟ لأنه صار في عندي أنا ارتفاع في أعداد السكان نتيجة للهجرات، نتيجة للزيادة الطبيعية، زاد أعداد السكان في المنطقة، فالدولة صارت تبذل جهود أكبر حتى تتخلص من هاي النفايات والمخلفات، إلا أنه بتضل في عندي مشكلات بيئية. مشكلات اقتصادية. مشكلات اقتصادية من أهمها دايما السكان بيحاولوا أنهم يبحثوا عن فرص عمل، لكن فرص العمل مش متوافرة، فبتصير عندي بطالة، فبالتالي بنخفض المستوى المعيشي، فبصير عندي مشكلة اقتصادية. المشكلات الاجتماعية من أهمها البطالة، القتل، الانحراف، السرقات. لما بزيد عندي أعداد السكان بترتفع هاي المشكلات الاجتماعية. أيضا من المشكلات التي تظهر نتيجة لتضخم المدن ظهور العشوائيات. ما هو المقصود بالعشوائيات؟ تعرف هذه العشوائيات بأنها مناطق نشأت في غياب القانون. هي مناطق نشأت في غياب القانون وبعيدا عن التخطيط العام، وهي محرومة من المرافق الأساسية والخدمات، وينتشر بين سكانها الفقر والبطالة. إذن مناطق نشأت بعيدة عن القانون وبعيدة عن التخطيط العام، بالتالي كون ما فيها قانون وكون ما فيها تخطيط عام هي محرومة من المرافق الأساسية والبنى التحتية والخدمات. سكانها كيف بده يكونوا؟ في بينهم فقر وفي عندهم بطالة. آثارها البطالة، الفقر، القتل، الانحراف، السرقات، الإدمان، الجريمة. ما فيها قانون. هيك منكون انتهينا من درسنا الرابع واللي تحدثنا فيه عن الآثار المترتبة على الزيادة السكانية. إلى لقاء في درس قادم إن شاء الله نتحدث به عن السياسات السكانية في العالم، ويعطيكم ألف عافية.